تعالوا نشوف القضية كمان اللي حظيت باهتمام كبير جدا خلال الساعات القليلة الماضية، والاهتمام بهذه القضية ليه؟ لأن محمد صلاح قيمة كبيرة بنعتز ونفخر بيها. في أزمة كبيرة جدا مع اتحاد الكرة، هذه الأزمة وصلت إلى حد الفيديوهات المتبادلة والبيانات المتبادلة. قلنا تعالوا نفهم القضية، خلاص الناس تبعت كل ما قيل يعني، وهنشوف بعض المقاطع من اللي قالها محمد صلاح من خلال البث المباشر. بس تعالوا نفهم القضية مع الكابتن مجدي عبد الغني، واحد من أهم لاعبينا المحترفين السابقين وكمان عضو اتحاد كرة القدم. كابتن مجدي أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، إزي حضرتك؟ كابتن مجدي، لو عايز كده يعني بهدوء شديد نشوف الأزمة كيف بدأت وإيه اللي حصل فيها، وكمان نعلق على ما قاله الكابتن محمد صلاح. يعني قول يا كابتن مجدي، هنا الاتحاد الكرة عقد اجتماعا وأصدر بيانا، وكان في بيانات سابقة الاتحاد قال ما عملناهاش يعني. الأزمة فين وايه اللي صدر عن اتحاد الكرة قبل ما نعلق على الكلام اللي قاله الكابتن محمد صلاح؟ اتفضل. هو طبعا الخطاب اللي موجود قبل كده حتى يعني اسلوبه ركيخ، ما ينفعش يطلع من الاتحاد المصري لكرة القدم، وده للاسف الشديد. يعني انا مثلا عندي اكونت كاتب كلام، انا الاكونت ده ما اعرفش عنه حاجه خالص، محطوط صورتي بس واسمي، لكن انا لا ادير ولا اعرفه ولا عندي خلفيه عنه خالص. وحضرتك لو فتحت هتلاقي حاجات كتيره للوائل الابراشي، ناس عاملاها وصورك موجوده، وللاسف ناس بتنتحل الشخصيات، وده موضوع لازم يعني نشوف له حل. وانا طلبت من تويتر انها تقفل كل الاكونتات ديت، وانا اصلا ماليش في تويتر، لكن هضطر اعمل تويتر رسمي عشان امنع الكلام ده انه طيب يعني اولا التويت عشان هي انتشرت يا كابتن مجدي، ولقيت الناس حتى بيبعتوها لبعضهم البعض، شايفين دي مش بتاعتي خالص والله. اللي هو انا متاكد لو اتيحت الفرصه لاي لاعب هيبدع اكثر من محمد صلاح، المساله مساله حظ. طبعا ما ينفعش كلام مش منطقي، وانا كمسؤول في اتحاد كره القدم ما ينفعش ارد بتويت زي دي اطلاقا، يعني انا راجل غير مسؤول، كلام مش منطقي، وللاسف حتى اسلوبها كمان ركيك. انا راجل خريج ليسانس اداب قسم الفلسفه، ما ينفعش اكتب بهذا الشكل يعني. لكن على اي حال احنا عايزين نقول ان شاء الله ما فيش ازمه ولا في حاجه، احنا متمسكين بكابتن محمد صلاح. محمد صلاح هو ابن من ابناء المنتخبات المصريه، محمد صلاح بدا يعرف الشكل الدولي في المنتخبات من خلال منتخب الشباب اللي اثبت فيه جداره وراح كاس العالم في كولومبيا، وانا كنت رئيس البعثه مع محمد. محمد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، لدرجه انه يعني كان من اقرب الناس ليا في المعسكر المنتخب، احنا قعدنا شهر هناك في كولومبيا، وكنا في رمضان كمان، وهو ملتزم جدا. عايز اقول ان مفيش ازمه ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح له بعض الملاحظات، بس كنت اتمنى ان الملاحظات دي تبقى في اوضه مغلقه، يعني تبقى بيننا وبين بعض، لا 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 يتعمل لها تويتا ولا يتعمل لها ايميل ولا يتعمل لها كلام يعني نناقشه في وسائل الاعلام دلوقتي. احنا في اطار الاسره الواحده احنا بنحاول كاتحاد مصر لكره القدم نوفر كل سبل الراحه للمنتخب، لان توفير سبل الراحه لمصلحتنا بيعود على النتائج. كون ان ممكن يكون في وقت من الاوقات حصل اخطاء او حصل تجاوز او حصل مثلا حد طلع ما كانش المفروض انه يطلع، حد اتصور، انت عارف ان فتره من الفترات محمد صلاح فجاه بقى معشوق الجماهير في الوطن العربي كله والعالم، مش مصر بس. فالاطفال او الابهات كانت بتجيب اطفالها الصغيرين عشان يتصوروا مع محمد صلاح. طبعا يعني ده يعني عايز اقول ايه، ده ما يمنعش ان احنا نوفر له السبل الراحه. كون ان حصل بقى مره او مرتين او ما اعرفش، انا ما قالش محمد ما ذكرش قد ايه، ان حد طلع له الساعه 4 الصبح وان حد خبط على بابه 4 الصبح عشان يتصور معاه ويمضي له. لا ده قال كثيرا، بيبقى قاعد في الاوضه كده
هو هو جه في رمضان للاسف، والناس بتسهر في رمضان من 4 الصبح دي للاسف، الناس بتبقى بتسحر بره بيوتها ويقول لك تعالى نروح نتسهر مع محمد صلاح. طبعا ده مش خطا اتحاد الكوره، لكن خطا الفندق. كان لابد ان محمد صلاح في ذلك التوقيت اول ما يحصل حاجه زي كده لا 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 يا كابتن مجدي، ما انا مش هحاسب الفندق يعني. يعني ما انا لو هقول لك اهو، اللعيبه، ما انا هقول لحضرتك، لو هقول اللعيبه ما لحضرتك ركزتش كويس انا مش هحاسب الفندق، لا ما هحاسب انا هقول لك يا استاذ وائل، هقول لك انا النهارده محمد اتضايق من موقف معين، حد عدى عليه الساعه 4 لمدير المنتخب، لو سمحت حط لنا سكيورتي الفندق، يزود السكيورتي لان احنا ما عندناش سكيورتي، وهو ده اللي طلبه محمد صلاح يعني. واحنا ده ما مش مختلفين فيه، احنا مش مختلفين، احنا مختلفين ان وكيله يبعت ايميل ويقول اذا ما نفذتوش الكلام دوت تقدموا استقالتكم. ما يقدرش يعني، انا اسف في اللفظ، وزير الشباب والرياضه المصري لو قال جمله زي دي الاتحاد الدولي يوقف في مصر، لان يقول لك ده تدخل حكومي. انت واخد بال طب حضرتك؟ خلينا احط كده النقاط يا جماعه. انت شايف ان المشكله في رامي عباس الوكيل، وكيل محمد صلاح، انه بيتحدث بلغه مهينه لاتحاد الكره؟ لا مش مهينه يعني، هو يعني كونه يقول كلام زي ده، هو ده مش المفترض انه يقول كده، مش من حقه انه يقول كده. ممكن يكون هو عشان كان عايش في كولومبيا ودلوقتي عايش في انجلترا، فالانجليزي بتاعه مش تعبه، او انا مش فاهم. ما هو محمد صلاح معلق في الفيديو وقال انتوا كل شوية تقولوا المحامي الكولومبي، يعني هنا في طب هو إشارة. حضرتك ينفع يعمل كده؟ نعم، ينفع يبعت يعني، انا دلوقتي انت مش عاجبني على الشاشة، ينفع اقول لك تستقيل تمشي من القناة؟ انا مالي، ده شغلي انا؟ بس هو بيتكلم محمد صلاح عن فكرة الإشارة إلى جنسيته بهذا الشكل يعني، لا يا ريس، وكأنه احنا مالناش دعوة بجنسيته، له كل الاحترام والتقدير، له كل الاحترام والتقدير، احنا لا لينا دعوة لا بجنسيته ولا لينا دعوة، ده هو عربي كمان، المفروض ان اصوله عربية، احنا لا نتحدث، يا رب تبقى اصوله اصوله، احنا في كرة القدم ممنوع العنصرية وممنوع التفرقة بين الناس، احنا رياضيين وفاهمين الكلام ده، طيب احنا خلينا مالناش هنا، دعوة. الميل اللي فيه اللي هو اللي بيتكلم عن اللي فيه لغة تهديد، اللي بيطلب فيه من الاتحاد ده انه يستقيل، انت بتعتبر ان ده خطاب لا يجب ان يقبله احد، وده طبعا خطاب مهين يا كابتن مجدي يعني؟ لا، خطاب لا يجوز انه يقدم لشخصيات محترمه في اتحاد كره القدم المصري، لان ده مش دور الاستاذ رامي يعني، ده الاستاذ رامي من حقه انه يطلب حراسه لمحمد، من حقه انه يطلب الراحه لمحمد، من حقه انه يطلب، وهو طلب على فكره لمحمد، محمد لما طلع بيقول انا بطلب مش ليا لوحدي، لكل اللعيبه، لكن الخطاب اللي جاي لنا محمد ما فيهوش لا لعيبه. يعني الخطابات اللي موجودة، اللي هي موجودة احنا معانا عندنا الايميلات اهي موجودة، اتفرج عليها وراها حضرتك هتلاقيها محمد فقط، يعني هو يطلب لمحمد صلاح ولا يطلب لكل اللاعبين ما يعني؟ بيقولش البلايرز، ما بيقولش فور محمد اند اذر بلاير مثلا، انت واخد بال حضرتك، انما محمد طالع يقول احنا بنصدق محمد طالع يقول انا بقول الكلام دوت عشان خاطر راحه اللعيبه، ماشي، واحنا كمان موافقين ان احنا نريح اللعيبه، ما عندناش مشكله اطلاقا ان اللعيبه ترتاح، اللعيبه لما ترتاح هتدينا نتائج، ولما تدينا نتائج هتدينا تاريخ وانتصارات، فاحنا ما احناش ضد في بعض. كلام تاني من كلام رامي عباس كان ملفتا للانتباه يا كابتن مجدي. ما هو مثلا نجيب ازاي نجيبه من الطياره نوديه الفندق من غير ما حد يتصور معاه او من غير ما حد يشوفه، طب احنا هن هن يعني دي تتعمل ازاي؟ يعني هو هيختم باسبوره فين؟ مش هيختم باسبوره في الجوازات؟ لو بعتنا له حتى مندوب ياخد باسبوره ويوديه هو الفي اي بي، مش ممكن الفي اي بي يبقى فيه حد هيتصور معاه؟ يعني عايز اقول ان الناس بتحب محمد صلاح بتعشقه، يعني ممكن الناس الموظفين في مطار القاهره يستنوا محمد، هم اللي يتصوروا معاه، اللي هم من حقهم يخشوا المدرج، هو في جمهور بيخش المدرج؟ ما فيش جمهور بيخش المدرج. طيب بس هو حكاية المطار دي طلبها لمحمد صلاح فقط ولا يعني في لا، عندك في الايميل مطلوبه لمحمد،
طيب هو محمد صلاح علق على ده، واحنا هنعرض وانت معايا بعض الاجزاء كده يا كابتن مجدي عشان